عليكم أعزائي طلاب وطلبات الجد 4 اللغات. في lesson 4 عندي هنا review comparing really big numbers و comparing numbers in multiple forms. الدرس ده من الدروس السهلة جدا تمام، وزي ما قلنا قبل كده ان عن المنهج بتاع grade 4 مش بالصعوبة اللي احنا كلنا متخيلينها. احنا بس هو كل الحكاية زي ما قلنا ان هي حاجات بنتعود عليها ونعرف ازاي ان احنا نحلها. طيب في الدرس ده هنتعلم حاجات كتير، اولها هناخدها مع بعض كده في الاكسرسايز، كل حاجة ما نيجي عندها هنشرح دي بتتحل ازاي. اول سؤال عندي هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي هنا compare right greater than less than or equal to. طيب لما نعمل comparing عندي هنا اول حاجة لازم عيني تيجي عليها اشوف عندي هنا كام ديجيت، يبقى عندي هنا 1 2 3 ديجيت وهنا 3 ديجيت، خلاص يبقى كده اوكي. نبتدي بقى عندي هنا بنبتدي من على الشمال، من هنا من 100 عندي طبعا احنا لازم نبقى عارفين البليس فاليو يعني ايه، فانا عندي هنا ببتدي من هنا من 100 في عندي ده طبعا 10 وده 1. طيب ببتدي من 100 هنا 7 وهنا 7 زيها، خلاص ننقل على 10 هنا 0 وهنا 7، يبقى عندي هنا هتكون بالشكل دوت. يعني نقول ايه؟ نقول هنا 707 less than 770. طيب نيجي على لتر بي، لتر بي بيقول لي طبعا هنا 4 ديجيتس وهنا 4 ديجيتس، نبتدي من الشمال 1 1 2 2 0 0 7 7 يبقى ايكوال. اللي بعده هنا 10525 هنا 10255. نظرتنا احنا ليها، احنا الكبار غير خبرة الاطفال لسه خبرتهم بسيطة، فلازم نعودهم برضو ازاي يبتدي يعمل comparing. طيب عندي هنا في 10000 هنا 1 1 0 0 هنا 5 وهنا 2، يبقى عندي على طول مباشرة ده greater than. طيب هنا نبص هنا كام digit، 1 2 3 4 5 digits وهنا 1 2 3 4 5 6 digit. ادام عندي هنا ده greater than number of digits يبقى على طول دوت greater than. طيب يجي على اللي بعده، هنا 1 2 3 4 5 6 digit وهنا 1 2 3 4 5 6 digit. نبتدي بقى من على الشمال، من عندي هنا في 100000 هنا 2 وهنا 2، هنا 9 وهنا 1، يبقى على طول مباشرة 9 greater than 1. طيب هنا ادي 3 6 7 digits وده برضو 3 6 8 digit، يبقى عندي ال 8 digit greater than. طيب اللي بعده عندي هنا بيقول لي 5,680,421,226 وده عندي هنا 5,598,672,565. طيب ده كام ديجيت؟ عندي هنا 3 6 9 10 ديجيت وده 3 6 9 10 ديجيت برضو. طيب نبتدي من المليارد، المليارد ده عندي هنا 5 هنا 5 هنا 6 وهنا 5، يبقى عندي هنا 6 greater than طبعا. عندي هنا 3 6 9 10 ديجيتس وهنا 3 6 9 10 ديجيت. انا احب اقرا ليه النمبر هنا عشان نتعود ونعود اولادنا ازاي نقرا النمبرز كويس. يعني ده نقول هنا ايه، احنا طبعا عارفين عندي هنا ان 3 ديجيت دول بيبقى عندي هنا بنقول عليهم وانس، عندي هنا ده 1000 وده المليون وده المليارد، بين كل 3 ديجيت و 3 ديجيت تانيين في كوما تمام. فبنيجي نقرا بنبتدي عندي هنا من المليارد، فنقول ايه 7 والمليارد 798,562,415. التاني عندي هنا نقول 7,798,567,999. طيب نبتدي من المليارد، هنا 7 هنا 7 مليون هنا 7 هنا 7 9 9 8 8 5 5 6 6 هنا 2 وهنا 7، يبقى 7 greater than. طيب يجي على اللي بعدها، اللي بعدها عندي هنا 368 ديجيت 368 ديجيت، ده لما نيجي نقراها نقول ايه؟ نقول هنا 89,418,247 هنا 147 لكن هنا دي 200، يبقى عندي هنا 100 هنا 2 يبقى 2 greater than. 3 6 9 وهنا 3 و6 و9 digits. 571,600,254 هنا ناخد ال 3 digit اهوت بعد الكوما، 571
مليون 600,329. بنبتدي من على الشمال، او ممكن ناخد المليون لو هي قريبه بالنسبه لنا 571 دي 571 600,000 600,000. يجي في ال 100 هنا 200 وهنا 300، يبقى 300 جريتر ذان 200. طيب اللي بعده طبعا 3 6 ديجيت، وهنا 3 و 3 يبقى 6 ديجيتس 940,000. هنا 940,000 668، هنا 669، يبقى طبعا 9 جريتر ذان 8. اللي بعده ده 900 مليون 900 مليون. اجي اللي بعدها عندي هنا ده 1 مليار، طبعا 1 مليار جريتر ذان 900 مليون. حتى لو حبينا نتاكد بنقول هنا كام ديجيت، هنا 369 ديجيت وهنا 36910 ديجيت، يبقى طبعا النمبر اوف ديجيتس بيكون جريتر، يبقى عندي هنا ذان 1 مليار جريتر ذان 900 مليون. اللي بعده هنا 100 مليون وهنا 99,999. طبعا 100 مليون جريتر ذان 99 مليون، او بنقول هنا ده 8 ديجيت وده 9 ديجيتس، يبقى عندنا 9 ديجيتس جريتر ذان 8 ديجيتس. طيب 40,000 وده 400,000. هنا بس انا عايزكم نعود الاولاد على حاجه مهمه، ان ال 1000 عندي هنا كام زيرو ب 3 زيروز، فانا بكتب ال 400 زي ما هي، وال 1000 عندي هنا بكام زيرو ب 3 1 2 3، يبقى عندي هنا ذن هاو ماني ديجيتس، ادي 3 و 3 6 ديجيت، وهنا كام ديجيت، هنا 5 ديجيت، يبقى عندي هنا ذن 6 ديجيت از جريتر. تمام. طيب نيجي على اللي بعده. اللي بعده هنا بيقول لي 7 10,000. طيب احنا قلنا ايه؟ قلنا عندي هنا ال 7 بنكتبها زي ما هي، ال 10 ب 0 وال 1000 ب 3 زيروس، يبقى 70,000. ده 7,000 ده 4 ديجيتس، وده عندي هنا 5 ديجيت، يبقى ده جريتر ذان 5,000 وده 500,000. طبعا معروف ان 500,000 جريتر، بس برضو نعودهم ان عندي هنا ال 1000 3 زيروس 1 2 3، وعندي هنا ال 500 نكتبها، يبقى عندي هنا 3 6 ديجيت وهنا 4 ديجيت، يبقى ده جريتر ذان. طيب اللي بعده هنا قال لي 9,000 3 زيروس، وعندي هنا 9,000 يبقى ايكوال. طيب هنا قال لي 7 مليار 100 مليون 600,200، وهنا 8 مليار، طبعا المليار جريتر ذان مليون، لكن برضو احنا عارفين ان ال 8 والمليار 9 زيروس 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وعندي هنا ال 8 يبقوا كام؟ يبقوا 10 ديجيتس، هنا 3 6 9 10 ديجيت، لكن عندي هنا 7 هنا 8، يبقى ال 8 جريتر ذان 7. اللي بعده هنا بيقول لي ايه؟ قال لي 3 مليار و 310 مليون. ناخد بالنا ال 3 مليار 3 وقدامها كام زيرو؟ قدامها زي ما قلنا 9 زيروس 6 7 8 9، وال 3 بقى عندي هنا 10 ديجيت. طيب ال 300 بنكتبها، ال 10 ب 0 بنكتبها، المليون ب 6 زيروس نكتبها، يبقى عندي هنا نعد الزيروهات، نعد الديجيت كلها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وهنا 3 6 9 10، يبقى عندي هنا ايكوال. تعال نشوف هنا اللي هو عندي هنا، قال لي كومبير رايت جريتر ذان للذان اور ايكوال تو. بنقول هنا ايه؟ ده 7000 مليون، يعني المليون 6 زيروس، وعندي هنا 3 يبقى عندي هنا 9 زيروس، يبقى عندي هنا 7 وقدامها 9 زيروس. طيب وهنا 7 مليار ب 9 زيروس، يبقى عندي هنا ايكوال. طيب اللي بعدها 14617 وده 10,4620. احنا ممكن نعلمهم نبتدي من على اليسار او من على اليمين عادي، مفيش مشكله. يعني عندي هنا الوانس مش موجوده، يعني مفيش وانس عندي هنا، فبكتب بدلها 0. طب التنز في عندي هنا 2 في التنز. طب ال 100 بس لازم نبقى حافظين البليس فاليو بتاع كل واحده فيهم، يعني احنا حافظين بالترتيب ان في 1 10 100 1000 100,000 مليون 10 مليون 100 مليون والمليار 10 مليار 100 مليار. طيب يبقى انا عندي هنا الوانس مش موجود، بنحط بداله 0. الحاجه اللي مش موجوده هنحط بدالها 0 على طول، يبقى الوانس عندي هنا مفيش، فبنكتب بداله 0. ال 10 2 لان ده 20، ال 100 المفروض بعدها، يبقى عندي هنا 6. طيب ال 1000 4، و 10,000 عندي هنا موجود 1، يبقى ده 14,620، ده 14,617، يبقى عندي هنا ال 20 greater than. طبعا ممكن نبتديها بديجيت ديجيت من على الشمال، من هنا نقول 1 1 4 و 4 6 و 6، عندي هنا 1 وهنا 2، يبقى 2 greater than.
طيب هنا اللي بعده قال لي ايه؟ قال لي 5 مليار. ال 5 مليار بنبتدي هنا نكتب الرقم من عندي من على اليسار خالص، ونبقى احنا هنا ايه فاهمين وعارفين ان انا عندي هنا المليار، هكتب اهو ال 5 مليار، بنحط كوما. خلاص خلصت من المليار احط كوما، وابتدي عندي هنا اشوف المفروض بعد المليار بيجي مين؟ بيجي المليون. يبقى عندي هنا بعد المليار بيجي المليون. طب المليون ابص عندي مش موجود المليون، يبقى بدل ما هو مش موجود يبقى 3 زيروس، بدل 3 ديجيت يبقى عندي هنا 3 زيروس. طيب بعد المليون بيجي 1000، يبقى 367000. طب بعد 1000 اللي هو الوانس مش موجود، يبقى 000. طيب نقولها تاني واحدة واحدة عشان ناخد بالنا ونوصلها لأولادنا كويس. ايه هي؟ اولا عندي هنا 5 مليار، بكتب الفايف والكوما، تمام. مليون المفروض انا حافظ ان في عندي هنا بعد المليار في مليون، مش موجودة. يبقى عندي هنا انا عارف ان هنا المليون فورمد فروم 3 ديجيتس، بتتكون عندي هنا من 3 ديجيتس اللي هو عندي هنا الوانس بتاع المليون وال10 وال100 مليون، مش موجودين. 3 ديجيتس نحط بدلهم زيروس. طب 367000 موجود، 1000 عندي بكتبها. الوانس اللي هو الوانس والتنز والهندرد مش موجودين، يبقى 000. طيب هنا ابص على عندي هنا اللي قصادها الناحيه الثانيه، نعد دول اول شوفهم كام ديجيت. ادي 3 6 9 10، هنا 3 6 9 و10. هنا 5 مليار قصاد 5 مليار، تمام. طب هنا 3 مليون، هنا مفيش مليون، يبقى عندي هنا دي جريتور زي. نيجي على اللي بعدها. اللي بعدها بيقول لي ايه؟ بيقول لي 97 مليون. يبقى اكتب هنا الاول اللي هيقول لي عليه، ادي 97، ونعود اولادنا يكتبوا صح. هنا قال لي ايه؟ 97، فاكتب 97 مليون، يبقى اعمل كوما. خلاص المليون خلصت، اعمل كوما، تمام. 301. طب انا المفروض قلنا بعد المليون يجي 1000، هو ما قاليش 1000، ده قال لي هي 301، ما قاليش 1000، يبقى بدل ال 1000 3 زيروس والكوما. بعدين قال لي ايه؟ 301، ادي ال 301. اوكي. طيب اللي بعدها دي برضو هنجمعها ازاي؟ بنفس الطريقه. عندي هنا ده 90 مليون وده 7، يبقى 97 مليون. يبقى اجي عند المليون، خلاص 97 مليون وكوما. عندي هنا ال 1000، ال 100000 مش موجود ولا ال 10000 موجود، امال مين اللي موجود؟ عندي هنا ال 1000 بس، يبقى ال 100000 بزيرو وال 10000 بزيرو، وعندي هنا ال 1000 اللي هو ب 3 وكوما. اجي بعدها عندي هنا الوانس بس هو اللي موجود، يبقى ال 100 وال 10 مش موجودين وال 1 هو اللي موجود. طب يبقى عندي هنا 3 6 8 ديجيت وهنا 3 6 8 ديجيتس. طب نبتدي عندي هنا 97، هنا 97، هنا 000، هنا 003. يبقى ديت جريتر، ديت للزين دي، تمام. يجي بعدها قال لي هنا 5 مليار، حلو قوي. اكتب ال 5 وبدل مليار هنا كوما. خلصنا، المفروض يجي المليون، هيقول لي مليون ولا ايه؟ قال لي هنا 300 مليون. خلاص اجي عندي هنا 300، هكتبها قبل مليون، مليون هكتب بدلها كوما. قال لي ايه؟ 300، فاكتب 300 مليون اهي بكوما، تمام. وبعدين قال لي ايه المفروض بعد المليون؟ 1000. قال لي 715000، تمام. 715000 ادي الكوما. وبعدين هنا قال لي ايه؟ قال لي 34، يبقى ال 100 موجوده، اكتب 34 بس، مفيش 100 عندي. طيب نيجي هنا 3 6 9 10 ديجيت، وده 3 6 9 10 برضو ديجيتس. هنا 5، هنا 5، هنا 1، هنا 3، يبقى على طول ده للزين. طيب اجي اللي بعدها قال لي هنا، دي جايبها لي طبعا، عندي هنا ديكومبوزد وعندي هنا ديت اكسباندد فورم. عندي هنا لازم برضو اعمل لهم ايه؟ اجمعهم، تمام. نكتبها في الستاندرد فورم بتاعها، ده 70000، تمام. وده جريتر نمبر عندي هنا. لو انا بصيت الناحيه الثانيه 7 تايمز 100 مليون، تمام، يبقى انا عندي هنا خلاص ده 100 مليون وده 70000، يبقى على طول مباشره، مش محتاجه ان احنا نجمعها ونتعب نفسنا. تعالوا ناخد السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا، ده طبعا 8 مليار، بنعرف ازاي؟ احنا قلنا هنا 1000 ومليون وده المليار، فنقول 8 مليار 40 مليون 761903. طيب ده 8 مليار، خلاص اوكي 8 مليار مع 8 مليار. هنا قال لي ايه؟ قال لي 400 مليون. هنا المليون مفيش، عندي هنا ال 400 مليون جريتر زين. طيب اجي على اللي بعده، بيقول لي هنا ايه؟ 4 مليار. طب اللي بعدها عندي هنا 4 مليون، يبقى عندي هنا ال 4 مليار جريتر زين. طب اللي بعدها قال لي ايه؟ قال لي 17 مليون 420
25,000. طيب نشوف الأول بس المليون كده، قال لي هنا إيه 17 مليون، عندي هنا ده 10 مليون و 7 مليون، يبقى 17 مليون زيها، يبقى عندي هنا ده 17 مليون وده 17 مليون، مفيش مشكلة. طب اللي بعده قال لي إيه 425,000، ده 400,000 وده 20,000 تمام، لكن مفيش عندي هنا في الوانس في الثاوزن، يعني عندي هنا ده جاب لي الهندرد على طول، يبقى ده 400,000 وهنا قال لي 425، ده 20 لكن هنا في 5 جريتر زين، يبقى ديت جريتر زين. طيب نيجي على اللي بعده بيقول لي ايه، وممكن هنا نكتبهم يعني برضو واحده واحده مع اطفالنا لو ما فهموهاش، نقول لهم ايه 17 مليون، ادي 17 مليون وكوما، حتى نعودهم ازاي يعمل كونفرت فروم اوردرز تو ستاندرد فورم. طيب يبقى قال لي هنا 17 مليون، كتبنا 17 ومليون بكوما، قال لي 425,000، يبقى 425 و1000 كوما تمام، فانا قال لي ايه 605، ادي 605، ده طبعا اكسباندد فورم. يبقى عندي هنا في ال 10 مليون خلاص كتبنا ال 10 مليون، وانا عندي هنا 7 مليون كمان، يبقى 17 مليون، خلصت المليون ادي كوما، وبعدين نقول ايه 400,000 ودي 20,000، مفيش 1000 تاني، يبقى 420,000 وادي الكوما، وبعدين قال لي ايه 605، 610 مفيش، يبقى ايه 605 زي كده. طيب ونعمل برضو كومبيرنج عادي، هنا 17 مليون، انا هنا 17 مليون 420 لكن هنا 425. طيب اللي بعده نكتب بقى بنفس الطريقه 423,000، يبقى نقول هنا ايه 423 نيجي على 1000 ونقف عشان دي اللي هنعملها كوما، يبقى عندي هنا 423,000 اهي كوما، وبعدين قال لي ايه 12 عندي هنا الوانس والتنز لانها بتتكتب كده، لكن ال100 مفيش، ال100 يبقى بزيرو، يبقى نكتب كده 12 زي كده. طيب هنا قال لي ايه، قال لي هنا 432,000 اهو، ادي ال 432,000، وبعدين قال لي ايه 21، يعني 100 مفيش، ونقول هنا ايه 21. هنا طبعا احنا عارفين دي 423 لكن دي 432، يبقى عندي ديت جريتر زي اللي عندي 44، هنا 2 وهنا 3. طيب اللي بعدها بيقول لي ايه، بيقول لي tell whether each statement تمام is true or false، عندي هنا عايزين نقول اذا كانت true or false. ده 4851 نكتبها 4851. طب ده 4500، هل ده جريتر زان ده؟ لا طبعا، يبقى ده ايه ده فولس، يبقى عندي هنا هنقول هنا ايه فولس. طيب هنا 4000، يعني ايه 4000؟ يعني انت اكتب ال 40 وال 100 ب 20 يعني 4000، خدوا بالك تمام، عندي هنا قال لي 4000 يعني 40 وادي ال 100 ب 20 يبقى كام 4000. طب 50 تنز يعني ايه، ادي ال 50 وادي الزيرو بتاع التنز، يبقى عندي هنا كام 500، ده 81 وانس، يبقى عندي هنا المفروض 4581، ادي ال 4000 وادي ال 500 وادي ال 81 يبقى ايكوال، يبقى ترو. اللي بعده هنا قال لي ايه، قال لي 4800 وهنا 15، ادي ال 4000 كتبناها في ال 1000 تمام، ونعمل كوما لان ال 1000 خلصت، طبعا هو مديني بس الوانس بتاع ال 1000 عشان كده عارف ان هي خلصت، يجي هنا نقول ايه 800 وال10 ب 1 والوانس ب 5 يبقى 815. طبعا ده بيقول لي جريتر زين، جريتر زين مين؟ عندي هنا 4500 او دي 4800، يبقى فعلا دي جريتر زين، يبقى نقول هنا ايه ترو. اللي بعده 5 مليون 400,000 وهنا 10,000 وهنا 6,000، اه المليون عندي هنا جاب لي ال 5 وخلاص خلصت المليون مفيش بعد كده، نيجي على 1000 هنا 400,000 وهنا في 10,000 1 وهنا في 1000 6، يبقى عندي هنا نقول ايه 416,000 ودي الكوما، وبعدين قال لي ايه 307، يعني التنز مفيش 307. طيب اللي بعدها عندي هنا نيجي نبص ونشوف هل هي فعلا للزن ديت ولا لا، دو كام 367 ديجيت ودي 367 ديجيت، هنا 5 هنا 5 هنا 4 هنا 4 هنا 1 هنا 1 هنا 6 هنا 6 وعندي هنا 3 وهنا 3 هنا 0 وهنا 7، يبقى فعلا 0 للزن 7 يبقى ترو. طيب اللي بعديها قال لي ايه، قال لي 50 100، يعني ايه 50 100؟ ادي ال 50 ودي ال 2 زيروز بتوع ال 100 يعني 5000، 40 10 ادي ال 40 ودي الزيرو بتاع ال 10 يبقى 481، يبقى عندي هنا المفروض ايه 5481، هنا 4000، طب ازاي ايكوال؟ لا فولس تمام خلاص، يبقى عندي هنا ده
5000 ده 4000 not equal. نيجي على اللي بعدها، قال لي ايه؟ قال لي 50000، ادي ال 50 وال 1000 3 زيروز، يبقى ده 50000 800 تمام، وهنا ال 10s ب 10 وعند هنا ال 1s ب 4. يبقى عندنا المفروض ايه؟ 50000 هنا ده فعلا 50000 زيها، طب ديت 800 يبقى عندي هنا ده كام؟ يبقى عندي ده 50000 ده 50000، اجي على 100 هنا 800 وهنا 400. هل ال 800 less than 400؟ لا طبعا فولس، يبقى ايه؟ هنعلم في فولس. تعال اللي بعده، عندي هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي find each missing digit. انا عندي هنا عشان نخلي الكلام ده ترو حقيقي، يبقى لازم نحط digit هنا يكون ايه؟ suitable مناسب. يعني عندي هنا ده 6، هنا 6، هنا 1، هنا طبعا 1 greater than مين؟ مفيش greater than 0، بس لازم احط 0 تمام. اللي بعده هنا قال لي ايه؟ هو طبعا عايز السنتنس ديت تكون ايكوال، فقال لي هنا 2 يبقى لازم دي تبقى 2 زيها 117117. طيب هنا ديت less than، هنا 4، هنا 4، هنا 3، هنا 3. عندي هنا ال 8 less than مين؟ ال 8 less than 9 بس تمام. طيب اللي بعدها قال لي هنا طبعا دي greater than، فهنا 9، هنا 9، هنا 1، ال 1 greater than مين؟ 0. طيب هنا 114114، هنا 8 وهنا مين؟ مين اللي greater than 8؟ 9. طيب هنا 7، عايزها طبعا الجملة دي تكون equal، فعندي هنا 703 وهنا 703، هنا 39 وهنا هنا 9 سوري، وهنا 9، هنا 8، يبقى لازم يكون 8 زيها عشان يبقى equal. طيب اللي بعده هنا 111، طبعا عايز دي greater than، يبقى عندي هنا ال 1 greater than مين؟ ال 1 greater than 0. اوكي طيب اللي بعده هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي هنا 6، هنا 6 زي هنا 7، هنا 7، 8، هنا 1، وهنا مفيش، يبقى ال 1 greater than مين؟ greater than 0، في 0. طيب هنا طبعا محتاج ديت تبقى equal، فقال لي ايه؟ قال لي 8 2 و 2، هنا 5 يبقى هنا 5 زيها. اوكي هنا 179 179، هنا 0 0، طبعا محتاج ده less than، هنا 1، مفيش less than 1 غير الزيرو. طيب 856، وعندي هنا في missing number، وقال لي هنا C4، وبعدين هنا ايه؟ ادي ال 8، ادي ال 8 طبعا عايز ده less than، يبقى عندي هنا 8 8 5 5 6 6، عندي هنا 1، مفيش less than 1 غير الزيرو. طيب هنا محتاج ده برضه less than، فهنا 6، هنا 6، هنا 8، هنا محتاج حاجة greater than 8 عشان يبقى ده less than، يبقى عندي هنا مفيش غير ال 9 هو اللي greater than 8. نمبر 5 هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي find all the digits that can replace each. تمام؟ طيب يعني هو طبعا عايز كل ال digits، مش عايز واحد بس، يعني مش واحد بس اللي ينفع. طب قال لي هنا ايه؟ نيجي هنا نقول هنا هو 957549 greater than. greater than مين؟ عندي هنا 9، انا المفروض اعمل ريبليس هنا، استبدل ال 5 هنا بحاجه بس تكون للزين. طب تعالوا حطينا ال 5 نفسها، هل تنفع؟ انا لازم اشوف اللي بعدها، لو للزين يبقى خلاص اوكي تنفع. عندي هنا لو هنا هنقول هنا 5، هنا 5، هنا 7، هنا 7، هنا بعديها هنا ديت 5، هنا 5، هنا 3، هنا 4، وفعلا ال 3 للزين 4، يبقى نقدر نكتب 5 هنا خلاص. يبقى انا كده اقدر اكتب ال 5 واللي اقل منها. اللي للزين 5 مين؟ الفور، الثري، التو، عندي هنا الوان والزيرو. طيب السؤال اللي بعده هنا بيقول لي ايه؟ هنا هنشوف عندي هنا الاختلاف عندي في المكان ايه في ال 100000. 100000 هنا 6، طب تعالوا نقدر نكتب 6 زيها، بعد 6 عندي هنا 9، هنا 9، هنا 6، هنا 5، لا ال 6 دي greater than 5، فما ينفعش ان انا اكتب 6، يبقى لازم اكتب كام؟ 5. طب ايه تاني ينفع غير ال 5؟ لازم حاجه less than 5، يعني ينفع الفور، الثري، التو، الوان، وكمان الزيرو. طيب لتر سي، لتر سي بيقول لي ايه هنا؟ بيقول لي عايز يعمل ريبليس فين؟ في ال 1000، ال 1000 عندي هنا 3 وهنا، طب تعالى نشوف نقدر نحط هنا 3، 3 هتبقى قد ال 3، طب هنا 8، هنا 6، لا ال 8 جريتر ذان 600، يبقى عندي هنا ما ينفعش، يبقى لازم حاجه اقل من 3 وليكن ال 2، عندي هنا كمان ينفع ال 1 وينفع كمان الزيرو. طيب هنا عايز جريتر ذان بقى، طب هنا في نفس المكان في نفس البليس فاليو عندي هنا ال 700 وهنا كمان، تعالوا نشوف نجرب ال 700، طب هنا 6 وهنا 0، يبقى عندي هنا 7 تنفع تمام. ايه كمان؟
greater than 7 ال 8 وكمان ال 9. letter E هنا تعالوا نشوف، بيقول لي عايز حاجة هنا في المليون، المليون عندي هنا 7 وهنا هنحط حاجة مكانها. طب تعالوا نشوف ال 7 نفسها تنفع ولا لأ. بعد ال المليون في ال 7 تعالوا هنا في ال 100,000 في هنا 8 في هنا 8 هنا 5 وهنا 6 في ال 10,000، يبقى مفيش مشكلة ان انا احط 7 في المليون. طب هل ال 7 بس اللي تنفع؟ لا، ينفع كمان عندي هنا ال 6 لل زين، وعندي هنا ال 5 ال 4 ال 3 ال 2 وال 1 and 0. تعال نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي هنا create numbers that make the comparing او comprehension true use all the lines. عايز هنا نستخدم كل اللاينز دي، يعني عندي هنا ادي 3 6 9 digit. طيب انا عادي ممكن نقول كذا اجابة، ولكن احنا هنقول هنا اجابات واحدة للعلم. انا عندي هنا 8 اللي less than 8 7، ممكن اكتب بقية الارقام عادي زي ما هي، يبقى 9 0 وبعدين عندي هنا 7 8 9 بعدين 0 0 0. الليتر بي، الليتر بي بيقول لي ايه؟ بيقول لي 642 مليون 578,291. بيقول لي ده greater than مين؟ يبقى عندي هنا 6 greater than 5 واكتب الباقي زي ما هو 4 2 وبعدين ايه 5 7 8 وبعدين بعدها 291. على فكره انا كتبت هنا 5، خلاص اقدر اكتب اي ارقام ثانيه بعد كده مفيش مشكله، تمام. طيب هنا ده 2 مليار، 2 مليار greater than مين؟ 1 مليار. واكتب الباقي عادي 4 5 6 عندي هنا 8 0 0 900. طيب ال 4 less than what؟ ال 4 less than 5، اكتب 7 4 8 عندي هنا 5 6 2 بعدين 700. طيب what less than 3؟ ايه اللي اقل من 3؟ 2. طيب 7 8 4 وبعدين 5 6 2 وبعدين عندي هنا 9 3 1. طيب نيجي على اللي بعدها، بيقول لي write a number، اكتب عدد. عندي هنا بيقول لي create a number numeral that is less in the 100,000. يبقى عندي هنا يكون less في مين؟ في ال 100,000 place زين. طب ال 100,000 عندي هنا 6، ايه اللي less than 600,000؟ يبقى نقول هنا 500,000. طب اللي بعده create a number that is less in the 100,000 place. طب ال 100,000 8، يبقى عندي هنا 7 9 3 8 2 0. create a number that is greater، هنا greater بقى in the million place. فين المليون؟ ال 8، يبقى نكتب 9 greater than 8 9 9 3 3 0 0 1. create a number that is greater in the 100 million، في ال 100 مليون عندي هنا مين؟ في ال 100 مليون 100 مليون عندي هنا 2 هو اللي greater than، بعدين نقول هنا 3 470 مليون 854,923. create a number or numeral that is less in the 10 million، يبقى عندي هنا في 10 مليون بليس، 10 مليون عندي هنا 3 وقال لي less، يبقى عندي هنا هنقول 2 و2 عندي هنا 427 400. طيب create number that is greater in the milliard place، ادي في المليارد 5 وقال لي greater than، يبقى عندي هنا 6 والباقي 5، يبقى عندي هنا 6 مليار 555 مليون 555,555. letter G بيقول لي ايه في letter G؟ قال لي write numeral in expanded form that is equal 2 مليار 445 مليون 232,197. طيب يبقى ده 2 مليار، هكتب 2 مليار، 2 قدامها كام؟ 0. احنا عارفين مليار بنعين 0. طب ما عرفناش نعد الارقام اللي قدامها، انا عندي هنا how many digits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 يبقى 9 zeros plus ده 400 مليون 400 وقدامها 6 zeros plus 40 مليون، ادي ال 40 وال 6 zeros بتوع المليون plus عندي هنا 5 مليون، ادي ال 5 وال 6 zeros بتوع المليون، بعدين عندي هنا 200,000 ادي 200 وال 1000 3 زيروس بلس 30,000 3
ادي 30 والسي زيروز بتقول ايه 1000. بعدها عندي هنا 2000 وبعدين عندي هنا 100 وبعدين 90 بلس 7، يبقى عندي ده ايكوال وكتبناه بالاكسباندد فورم زي ما طلب. طب نيجي اللي بعده. اللي بعده عندي هنا قال لي ايه، قال كريت نيمرال ذات از ليس ان ذا 1000 بليس، يبقى عندي هنا اقل فين في ال 1000 بليس. فنيجي هنا ال 1000 بليس عندي هنا اللي هو ال 5، يبقى هنعمل اقل منه، يبقى عندي هنا 7 3 و 4 8 7 2، يبقى عندي هنا 735872. هنكتب عندي هنا في ال 1000 بليس، يبقى عندي هنا 734872. هنا في الاي بيقول لي ايه، بيقول لي كرييت ا نمبر ذات از greater in the 10,000 place زين. عندي هنا 6,400,720,911. وتعالوا نكتب الرقم عشان نكتب النمبر اللي هو greater than في 10,000. طيب اول حاجة قال لي 6 مليار، فانا هكتب 6 في المليار وبعدين كوما. طب قال لي 400 مليون، نكتب ال 400 بعدين مليون يبقى نعمل كوما. قال لي 720,000 يبقى 720 و1000 نعمل الكوما بتاعتنا. وقال لي 911 ادي 911، ولازم نبقى ملاحظين ان انا عندي هنا لازم يكون عندي هنا في كل مره 3 ديجيت مع ده طبعا اخر واحده. طيب انا لو حبيت هنا قال لي جريتر في ال 10000، ال 10000 اللي هو مين؟ ال 10000 اللي هو عندي هنا ال 20000 اللي هي ال 2. طيب قال لي جريتر زين يبقى خليها 3. عندي هنا نقول ايه 6 مليار 400 مليون 730,911. تعالوا نشوف السؤال اللي بعده. اللي بعده قال لي ايه، create numeral that is greater in million place، يبقى عندي هنا greater في المليون place. طيب يبقى انا عندي هنا اخد بالي من المليون. طب ده 50 مليون، لا انا مش محتاج ال 50 مليون، محتاج عندي هنا المليون اللي انا عندي هنا 2 مليون، هيبقى greater يبقى انك تخليها مثلا 3 مليون، يبقى عندي هنا نقول ايه 53 مليون وادي الكوما. تمام 1000 عندي مفيش. طيب ال 100 عندي هنا 730. تمام طيب نيجي على اللي بعده. اللي بعده قال لي ايه، قال لي هنا create numeral that is greater in the 10000، يبقى انا محتاج فين في ال 10000 يكون greater في ال 10000. طيب هنا 3 مليار، فبكتب ال 3 مليار، مفيش مليار بعد كده لان ده مليون وده مليون، ده 1000 سوري، ده 1000 وده 100 وده 1، يبقى عندي هنا ال 3 مليار هكتبها، انا هركز على ال 10000. طيب ال 10000 اللي هو عندي هنا طبعا هنشوف ال 10000 عندي هنا بزيرو. طيب يبقى نشوف هنا الايه، نقول هنا ال 3 مليار، ادي ال 3 مليار كوما المليون عندي هنا 400 مليون. تمام وبعدين قال لي هنا 402000، انا هكتب النمبر دوت وبعدين نعمل التاني تحته عشان بس ايه نجمع ده يبقى واضح قدامنا. قال لي هنا 402000 وبعدين قال لي 302، يبقى احنا جمعناه بس عشان يبقى واضح قدامنا وهنكتب الاجابه دلوقتي. يبقى نراجع عليها تاني مع بعض اهوت، ده 3 مليار كتبنا ال 3 مليار. قال لي هنا 400 مليون، ادي ال 400 مليون تمام 400000 او 402000، قال لي هنا 302. طب هنا بيقول لي ايه، بيقول لي هنا في ال 10000، فين ال 10000؟ عندي هنا اللي هي الزيرو. تمام طيب اللي هي الزيرو هنا سوري. طيب انا عندي نيجي هنا نقول ايه، نقول هنا ده 3 مليار 400 مليون، بنقول ايه 400 هزود على 10001 بس، يبقى عندي هنا 412,302. طيب تعالوا السؤال اللي بعده، بيقول هنا create numeral that is greater in the milliard place، يبقى عندي هنا greater في المليارد ايه place. المليارد place عندي هنا اللي هو 3. طيب بدل 3 ممكن نخليها 4، يبقى عندي هنا 4 وبعدين 4 5 6 7 8 9، نقرأ مع بعض 4,456,789,000. طيب هنا في سؤالين challenge اللي هو التحدي، بيقول لي ايه، بيقول لي which is greater،
the number that is 1000 للزين. تمام، ده هنقول هنا 1000 للزين، فانا هكتب التو نمبرز ونشوف مين اللي جريتر. يبقى عندي هنا قال لي ايه 1000 للزين، يبقى عندي هنا 1000 للزين. فين ال 1000؟ ال 1000 عندي هنا ل 3، يبقى عندي هنا اقل ب 1000، يبقى بدل 13000 نقول ايه 12495. طيب وبعدين قال لي اور ذا نمبر ذات از 10000 للزين 23495، يبقى اقل في ال 10000 اقل، يبقى هنقول هنا اقل في ال 10000 بدل 23 هيبقى 13495. طيب نيجي نعمل كومبيرنج، عندي ده 5 ديجيت ده 5 ديجيت، عندي هنا 1 هنا 1 هنا 2 هنا 3، يبقى ده جريت، يبقى ده للزين ده. تمام، طيب نشوف اللي بعده. اللي بعده بيقول لي ايه؟ بيقول لي describe the error، اكتشف الخطا in the following numbers sentence and then explain how you would correct it. احنا هنا لازم نكتشف الخطأ وبعدين نصححه. عندي هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي 24,152,614 للزين 24,125,614. طب دي 24 ودي 24، هنا 1 هنا 1 هنا 5 هنا 2، يبقى ازاي ال 5 للزين 2؟ لا، ديت لازم تبقى جريتر ذان، فنصحح دي نكتبها تحتها هو 24,152,614، نقول جريتر ذان نوت للزين 24,125,614 9، يبقى دي للزين. طيب اللي بعدها 100,000 وده 83,000، يعني ده 5 ديجيت وده 6 ديجيت، يبقى احنا عارفين طبعا عندي هنا 6 ديجيت بتكون جريتر ذان. هنا 100,000,040، هنا 100,000,040، ده 100,000,040 وده 100,000,040، يبقى ايكوال. طيب هنا بيقول لي which number sentence is true، ايهما صحيح؟ قال لي 300,000، يبقى عندي هنا 300,000، يعني ادي ال 300 و 1000 ب 0، يبقى عندي هنا 3 و 3 يبقى 6 ديجيت وده 5 ديجيت، يبقى ازاي عندي هنا 6 ديجيت للزين 5 ديجيت؟ يبقى ده عندي هنا خطأ، هو عايز هنا الايه الترو. طيب يبقى هنلاقي كلهم خطأ ما عدا واحدة بس هي اللي تكون صحيحة. طب يبقى أول واحدة ديت خطأ. طيب هنا قال لي 62,000 جريتر ذان 104,000، يعني ده 5 ديجيت وده 6 ديجيت، يبقى برضه خطأ. تمام، هنا 150,600، ادي ال 100 وادي ال 50,000، تمام ديت 6 لكن دي 600 فدي جريتر ذان، يبقى ده فعلا الاجابه الصحيحه، حتى لو اتاكدنا من اللي تحتها هنلاقيها فولس. طيب هنا اهوت ده 367 ديجيت وده 367 ديجيت، هنا 7 هنا 7 569 هنا 569 هنا 1 وهنا 2، يبقى برضو فولس، يبقى عندي هنا فعلا سي هي اللي صح. طيب تعالوا نشوف السؤال اللي بعده. هنا بيقول لي which number sentence is not true، is not true يعني غير صحيح، يعني هنلاقي كلهم صحيح ما عدا واحد بس. هنا بيقول لي 2304 ودي 2340، وفعلا ال 304 للزين 340، يبقى ده صحيح. طيب اللي بعده قال لي 27000 وده 27920 وده 790، وفعلا 900 جريتر ذان 700. طب نيجي على اللي بعدها، ده 369 ديجيت وده 369 ديجيت، هنا 1 هنا 1 هنا 0 هنا 0 هنا 0 وهنا 5، ازاي 0 جريتر ذان 5؟ يبقى عندي هنا دي فولس. طيب حتى نشوف اللي بعدها 80000 هنا 0 وهنا 4، وفعلا 4 جريتر ذان 0، يبقى عندنا ده صحيح. طب تعال نشوف هنا اللي بعده. هنا بيقول لي which digit makes the number sentence true، ايهما يجعل هذه الجمله تكون صحيحه؟ تمام، طبعا عندي هنا 4 هنا 4 هنا 2 هنا 2 هنا 0 هنا 0 هنا 1، لازم ال1 جريتر ذان مين؟ ال1 جريتر ذان 0، انا بغمض عيني اهو ابص الاقي الزيرو موجود، يبقى عندي هنا نختار دي. طيب اللي بعدها، اللي بعدها قال لي ايه؟ which of the following digit makes the number sentence true، ايهما يجعل هذه الجمله صحيحه؟ طيب انا محتاج ان ديت تكون للزن دي، تمام. طيب هنا 7 هنا 7 هنا 5، وعندي هنا ديت عايز ديت تكون ال 5 للزن مين؟ يعني هنختار طبعا عندي هنا ايه، طبعا في حاجات كتيره 6 و7 و8 و9، ولكن هو جايب لي مين؟ جايب لي 6، فنختار هنا ايه 6 نكتبها. طيب نيجي على اللي بعدها. اللي بعدها بيقول لي ايه؟ بيقول لي هنا which of the following number او numeral makes the sentence true،
أيهما يجعل هذه الجملة صحيحة؟ قال لي هنا 2,345,000. اكتب المليارد، نكتب بس النمبر عندي هنا عشان نبقى احنا عارفينه. قال لي هنا 2 مليارد، ادي 2 مليارد وادي الكوما. ما قاليش مليون، هنا قال لي ايه 345,000، يعني ما قالش مليون، يبقى المليون بدلها 3 ديجيت. طيب وال1000 قال لي هنا 345,000 وسكت، يبقى عندي هنا الوانس برضو ب 3 زيروز. تمام، ده للزن مي هو اقل من مي. طبعا انا عندي هنا ده 2 مليون، لا طبعا 2 مليار اكتر، لان ده عندي هنا 3 6 9 10 ديجيت، وده عندي هنا 3 6 7 ديجيت، ما ينفعش. تمام، طبعا انا ممكن اخد اكبر حاجه هنا، ولكن هنمشي مع بعض واحده واحده. عندي هنا 3 6 7 ديجيت، ما ينفعش اقل منه. ده 3 6 9 و10 ديجيت. طب نمشي مع بعض واحده واحده كده. قال لي هنا 2 هنا 2 هنا 0 0 هنا 0 0 هنا 1 وهنا 0. ففعلا عندي هنا الزيرو less than 1. طب تعالوا برضو نتأكد من الأخير. عندي هنا بيقال لي ايه 2 مليار، يبقى هنا دي 2، هنا 3 زيروس، هنا 3 زيروس، هنا 3 4 5 وهنا 3 4 5. طب هنا عندي هنا 0 0 0، يعني ديت ايكوال، لا يبقى انا عندي هنا اختار ان ديت خلاص اتأكدنا من الإجابة بتاعتنا الصح. طيب تعالوا نشوف اللي بعده، نمبر 9 هنا. قال لي which of the following numerals is greater than this numeral، مين الأكبر من النمرال ده؟ عندي ده 3,500,372، يبقى أكتب في المليون عندي هنا 3 بس في المليون، أكتبها بعدين كوما. الثاوزن عندي هنا في 500,000 بس، مفيش ثاوزن تاني، يبقى أكتب 500,000. طيب هنا 372، طيب أنا عايز حاجة greater than ده، يبقى عندي هنا دول 3 6 7 digit، ده 7 ده 7 ديجيت وده 7 وده 0. طيب هنا 3 مليون، يبقى عندي هنا 3 مليون 3 مليون 3 مليون كلهم 3 مليون. طيب هنا 5 هنا 0 هنا 5 هنا 5 هنا 0، يبقى ال 5 هو اللي جريتر ذان، خلينا مع الاثنين دول بقى. عندي هنا بعده 0 0 0 0 عندي هنا 3 هنا 2، لا مش اكبر خلاص، يبقى على طول مباشره، لان هنا 7 جريتر ذان 3، يبقى عندي هنا ليتر ب. ونأكد على إجابتنا واحدة واحدة تاني. هنا 3 هنا 3 هنا 5 5 0 0، عندي هنا 3 هنا 7، يبقى 7 greater than 0، فعلا ده يبقى greater than دوت. تعالوا نشوف آخر سؤال. آخر سؤال بيقول لي إيه which of the following numerals is less than this numeral. عندي هنا قال لي less than، يبقى هدور على حاجة less than، ممكن نختار أقل حاجة في دول. تمام، طيب أو نكتب ده بس الأول. قال لي 40 مليون وادي الكوما، 900,000 ادي 900,000، وبعدين قال لي ايه 508. طيب ده 40 مليون، ده 49، ده جريتر زين، وده 40 تمام مليون زيه، ده 900 900 508، ده ايكوال. طيب اللي بعده 40 مليون 40 مليون، هنا 900,000 وهنا 9,000، يبقى ده اللي لسه زين. حتى نشوف اللي بعده، 40 مليون ده 900,000 ده 900,000 ده 508 وده 580 وده جريتر، يبقى عندي هنا فعلا للزين هو دوت. شكرا جدا لاستماعكم واهتمامكم، ونشوف الشوكو على خير ان شاء الله.